أنا اليوم اخترت صورة هيك نزلتها عن الانترنت بتبين معنى هيك كيف اللايتس جاي من قلب الغابة أو الفورست، وبيبين وين الدارك كولرز، وين محلات الغامق، ألوان الغامقة، وين الأماكن الفاتحة، وفي هيك شلال مي صغير وشوية صخر وحجران هون والمي نازلة بيناتهم. فاليوم هنحاول نرسم هيدا المنظر لنشوف كيف ممكن نعمل الألوان، خاصة كيف ممكن نطلع اللايتس من الدارك، كيف نبين الضوء من خلال اللون العادي. بدنا نعمل البيس، الألوان اللي موجودة من ورا اللي هي الألوان الفاتحة، نمشي حسب الألوان. يعني شوفوا هون الألوان اللي ورا هي كلها ألوان فاتحة، فنحط ألوان فاتحة. واليوم أنا ما بدي استعمل الفرشية الكبيرة لحتى نعمل مساحات الأكبر، لا بدنا نحاول نمشي بريشة صغيرة ونمشي مساحات صغيرة صغيرة، عشان هذا الشيء بيساعدكم خاصة الناس اللي عم تتعلم جديد، مش ضروري تستعمل الفرشية. نفتح اللون قد ما فينا، هلا نرجع ندخل اللون الأبيض عشان نشوف اللايتس كيف بيطلع. نبلش بالألوان الفاتحة بالأول، نخفف شوي شوي، بعدين نطلع ونبلش بالغامق. وفينا نبلش نحط الأساس الغامق بالأول، بعدين نرجع نبلش بالألوان الفاتحة لحتى تظهر. بس خلينا نبلش من بعيد، يعني نبلش بالألوان البعيدة. يعني هون تلاحظوا في شجر بعيد شوي، هون بيجي هيك، فهذا لونه قريب كثير على لونه الأبيض، يعني وغامق شوي صغير لأنه عاكس الضوء عليه. فينا احنا نقسم اللوحة، يعني اذا تلاحظوا هون في عنا شلال، يعني هون حيكون الشلال، هون حيكون في عنا شجر، هون كمان حيكون في عنا شجر، هون حيكون في عنا مثل حجران كبيرة هيك، كنت كأنك عم تأسس اللوحة. هون في عنا هيك اشياء، هاي نكفي. أنا رأيي هون إشي فاتحة لنبين الإشي البعيد. كل هذا اللي عملناه احنا هلا بس حددنا الملامح، يعني وين المحل الغامق وين المحل الفاتح. انا طفيت الضوء عشان نحاول نورجيكم الالوان اكثر كيف تبين، خاصه اللايتس، لانه الضوء الابيض كان عم يخبي اللون. Thank you.
شوي هلا صار فاتح اكثر، بدنا نغمقه، فينا نغمقه، فينا نرجع نغمقه عادي. تلاحظ في الوان الطبيعه اللي هي لون الاصفر لون الاخضر، ما نخلي لون المي على طول ازرق، يعني ممكن يكون الضوء عاكس عليه.